مشاهدي قناة جورج تيفي، أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء، بالضبط من كورنيش مسجد الحسن الثاني. كيف ما كتشاهدوا معنا هذه الأجواء الصباحية، أجواء هادئة، والكازويين كيختاروا أنهم يجيو يستمتعوا بالرياضة ديالهم في الهواء الطلق. كما كتشاهدوا معنا مشاهدي قناة شوف تيفي الأجواء الصباحية، كما كتشاهدوا الناس كاين اللي كيجي يدير الرياضة ديال الجري، كاين اللي كيجي باش أنه يهرب بالدراجات الهوائية، كاين اللي كيختار أنه رفقة الحيوانات الأليفة ديالو، يعني ناس كاملين من مختلف الأعمار كيجيو باش يديروا الرياضة ديالهم الصباحية، خاصة أن يوم الحد هو يوم راحة، يعني ناس كيختاروا الوجهة ديالهم تكون هي كورنيش مسجد الحسن الثاني باش يديروا الرياضة ديالهم. كيف ما كتشاهدوا معنا كاينين عائلات، كاينين اصدقاء، يعني كل الناس كاملين كيجيو باش يديروا الرياضة ديالهم. كيف ما كتشاهدوا معنا مشاهدي قناة شوف تيفي، كتشاهدوا معنا مشاهدي قناة شوف تيفي هنايا بالعاصمة الاقتصادية، وبالضبط من كورنيش مسجد الحسن الثاني اللي وجهة كيختاروها الناس نهار الحد الصباح، يا إما باش يرتاحوا من الضغوطات العمل، يعني كيبقاو الناس مقابلين غير البحر ولا صوت ديال البحر، يعني النفسية ديالهم كتبدل، أولا كيجيو باش يديرو الرياضة الصباحية ديالهم. هادي هي الأجواء هنا مشاهدي قناة شوف تيفي في هاد الكورنيش. هنا مشاهدي قناة شوف تيفي كنكونو وصلنا لنهاية هاد المباشر، كنشكركم على حسن المتابعة، كنشكركم على حسن تفاعل ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في مباشر اخر، موضوع اخر. السلام عليكم ونهاركم مبارك.